فعلا بناء على رغبة حلف شمال الأطلسي أرسلت تركيا بعض التعزيزات، لكنها تمركزت في جنوب البلاد وليس هنا في الشمال، حيث البلديات الأربع المضطربة التي ما زال التوتر سائدا فيها بسبب أن حكومة بريشتينا لم تستجب بعد للنداءات والمناشدات والمطالبات الدولية، خصوصا من الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي لإلغاء نتائج الانتخابات محل نزاع في هذه البلديات، وبالتالي التوتر ما زال مستمرا. من الواضح أن القوات التركية التي تمركزت في الجنوب لا تريد أن تكون أو لا يريد حلف شمال الأطلسي وكذلك الولايات المتحدة نصرها في الوقت الحالي هنا في بلديات الشمال، حيث تكثر الأغلبية الصربية أو تتمركز الأغلبية الصربية المحتجة على الانتخابات الأخيرة، وبالتالي حتى لا يحدث ذلك الالتحام علما بأن صربيا وبين تركيا هنالك الكثير من المشاكل خاصة في هذه المنطقة في كوسوفو، تاريخ من الحروب بين الدولة العثمانية وصربيا حول هذه الأراضي حول كوسوفو. أشهر معارك الصرب دارت هنا في الحقيقة ضد العثمانيين دارت هنا على هذه الأرض، واتهامات واضحة من قبل بيغراد من قبل القومية الصربية في كوسوفو بأن أنقرة هي من تدعم كوسوفو وهي الإبنة في الحقيقة إبنة لكوسوفو التي لا تعترف بها بيغراد، وبالتالي واضح جدا أن القوات التركية عمدت إلى التمركز في الجنوب حتى لا تكون هنالك حساسيات، وسيكون تدخلها ربما بحسب الخطة إلا عندما تسوء الأمور وعندما ربما يصبح هنالك التحام ليس فقط بين الصرب والحكومة حكومة بريشتينا، لكن من المحتمل أن يكون هنالك صدام، وهكذا هي القراءات، صدام بين القوميتين الصربية والبان كوسوفو، لهذا ربما تمركزت هذه القوات بعيدا عن هذه مناطق التوتر لتتدخل في الوقت المناسب في حال ساءت الأمور. على كل خرج المتظاهرون اليوم أمام البلديات الأربع المضطربة خاصة في زفيتشان وليبوزوفيتش اللتان تشهدان اضطرابات واحتجاجات لم تتوقف إلى الآن. اليوم ينتظر أن يكون هنالك قرار من بريشتينا سواء بالمواصلة في هذه الانتخابات المثيرة للجدل أو ربما إلغائها استجابة لطلبات أمريكية ولطلبات من حلف شمال الأطلسي. شكرا جزيلا لك صبر أيوب، كنت معنا من كوسوفو.